اللهم صل وسلم على جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك بدأنا الكتاب قراءته يعني القراءه الاسبوعيه في في 23/4 1434 ما شاء الله وانتهينا منه الحمد لله في عام 1444 الحمد لله عشر سنوات جزاك الله عنا كل خير وبارك فيك الفضل لله سبحانه, سبحانه وتعالى جزاك الله عنا